معاك واياد مدحت بقى ووالدته والجميله بتاعتنا اللي بتلعب في دجله اعتقد. اياد مليون مبروك، ودايما ماما وش السعد عليك، فدايما في كل المباريات موجوده معاك، اعتقد يعني ما بتسيبكش في وقت بره القاهره جوه القاهره، اعتقد ليها دور كبير جدا. اه الحمد لله على الفوز، ووالدتي طبعا هي السبب اللي خلتني اصلا العب كوره، وهي اللي ماشيه معايا في كل حاجه، وهي اللي على طول في الماتشات معايا وكده، ربنا يكرمها ويخليها لينا يا رب. قول لي ده النهارده حابب تقول لها ايه وانا شايف الفرحه في عينيها؟ يعني تعب الموسم كله بنشوفه في المشهد الاخير دوت، واللي بيبقى المكافاه اللي انتوا بتقدموها لاولياء امور. بحب اشكرها طبعا انها في ظهري على طول وبتساعدني وبتفضل تنصح فيا، وهي مشجعتي الاولى، بحب اقول لها ربنا يخليك ليا. عايز اروح ليك يا ست الكل، ومليون مبروك بقى وش السعد، والف مبروك البطوله للعام الثالث على التوالي. الحمد لله، والله ان احنا تعبنا وربنا كافئنا وجزانا الحمد لله خير، وربنا كرمنا بالمكسب للمره الثالثه على التوالي، وفضل ونعمه يعني. الحمد لله اياد مجتهد وتعب وعامل اللي عليه وراجل، وانا كنت فرحانه هو كان بره الملعب النهارده، بس انا كنت في منتهى السعاده بالفريق كله، كلهم رجاله، كل اللي كان موجود كان مادي كويس وكلهم كانوا رجاله. الحمد لله، ومبروك للمكسب ومبروك لحضرتك، مبروك لنا كلنا الحمد لله. بشكرك، وعايز اروح بقى البنوته الجميله اخته بقى اللي بتلعب في وادي دجله، صح؟ قولي اسمك ايه؟ هنا مدحت. انا بتلعب في فريق وادي دجله، صح؟ اه. مين نجم النهارده؟ شفت المباراه ازاي وتقولي ايه الاياد؟ انا بجد بشكره، لو هو تعب كتير قوي وربنا بيعوضه، وهو بجد يستحق كل خير. انا بشكرك وبتمنى لك التوفيق وبتمنى لإياد التوفيق ان شاء الله. كابتن اسامه، ده طبعا كان جانب من لقاءاتنا، هنكون مستمرين معاك طبعا لتغطيتنا للتتويج للنادي الاهلي بطلا للجمهوريه مواليد 2007 من جديد. تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن اسامه حسني. بنشكر زميلنا فاروق صلاح على التغطية المتميزة، متألق كالعادة يا فاروق. كابتن عادل، ألف مبروك فريق